قلبي بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعد إنه ليا معين، هو إله صادق وأمين. ده يسوع يملى القلب بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعد إنه ليا معين، هي إله صادق وأمين. خلي حياتك تشهد لي وسط العالم مهما يكون، عش لي إلهك واثبات فيه، تقدر تهزم كل حدود. خلي حياتك تشهد لي وسط العالم مهما يكون، عش لي إلهك واثبات فيه، تقدر تهزم كل ذنوب. ده يسوع يملى القلب بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعد إنه ليا معين، هو إله صادق وأمين. ده يسوع يملى القلب بفرحة، إيده تداوي هموم الجرحى، وعد إنه ليا معين، هو إله صادق وأمين. الرب يقول إنه جربوني بهالشغلة بس، إنه عطوه وشوفوا البركات اللي رح ترجع لإلكم. سو الرب يبارك وقت نحن منعطي. سو يعني give so that you can see God's blessings, because God's blessings are a lot and they are waiting for you. So just give. The Lord said, try me in just this one thing. God never says to try him in anything else except that. So give. Amen. Amen. Rabbi barik. Amen. 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 شكرا اخت منى. يعني احنا عندنا كثير اختبارات نسمع اختبار الرب ده يشجعنا بهذا العمل، لهذا احنا يعني فرح الرب إلنا يومية بالآرامية، وعدد الساعات اللي خلوها كل الموظفين وإحنا كلتنا وبفرح. ليش؟ لأنه إحنا دنشوف ثمار روحية، ثمار أبدية، دنشوف يعني دنشوف تشجيع من الرب بحيث نشتغل 10 ساعات 12 ساعة، نروح للبيت ومن البيت نشتغل ونقول إنه ربنا يستاهل، يستاهل لأنه انطانا كل شيء، لأنه دا يشجعنا باختبارات. وهاي الاختبارات مو بس إلنا، تشجيع هذا إلكم، لكل واحد يدعم، لكل واحد يصلي، لكل واحد دا يبعث دولار واحد للآرامية. الرب دا يستخدمك أنت، دا يستخدم صلاتك، ودا يستخدم تبرعك ودعمك، لأنه أكو ناس تخلص، أكو ناس دا يعني تنتقل من الموت إلى الحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح. فأنت الشيء اللي دا تعمله أيضا أنت شريك معنا وشيء عظيم. والرب يريدك أنه تكمل، وإذا بعدك ما مشارك بهذا العمل بليز شارك وخذ البركه مع احنا يعني معانا ك يعني الجميع. ناخذ الاتصال الاخر. اخت جيهان تفضلي. اهلا يا اخت هيفا، انا بشكر الرب من اجل البرنامج الرائع اللي الرب اداهولكم والدكتور ناجي والخدمه العظيمه اللي الرب اوكلكم عليها، وانا بشكر الفضائيه الاراميه وعملها وخدمتها. الحقيقة العمل ده عمل رائع، وفي كتير من النفوس الرب تعامل معها وغيرها، وإحنا بنشوف كل يوم حاجات زي كده من الناس اللي بنصلي معاها، وبنشكر الرب من أجل إخوتنا وأحبائنا اللي بيشتركوا في العمل الرائع دوت، وكل الأحباء اللي من وراء الكاميرات واللي بيشتغلوا من أجل خدمة الرب. الرب يبارككم ويسدد احتياجاتكم، وإحنا بنصلي لكم وبنشكر الرب من أجلكم والعمل الرائع. وبقول إن الصلاة مع
احبائنا بتبقى سبب بركه كتير، لانه لولا قناه الاراميه ولولا الخدمه اللي الرب اوكلهم عليها كتير من الناس بنصلي معاها وبتبقى محتاجه ريلي لكلمه تشجيع والكلمه تعضيد والكلمه الرب، ومحتاجه حد يقف جنبها. فاحنا بنشكر الرب من اجل القناه اللي بتوفر لاحبائنا المشاهدين الفرصة انهم يعبروا عن ظروفهم ونصلي معاهم ونشجعهم، وبنسمع اختبارات الرب كتير بيستجيب للصلاة. واحنا بنشكركم من اجل محبتكم، وطالبين من احبائنا المشاهدين انهم يساهموا للعمل الكبير، لانه العمل بتاع خدمة الارامية مكلف جدا، والخدمة على الهواء بتتكلف مبالغ ضخمة. واحبائنا هم معتمدين على الرب، واحنا واثقين ان الرب هيكمل كل احتياجاتنا، لانه لن يعوزنا شيء من الخير بل يعطينا اكثر جدا من ما نطلب او نفتكر بحسب غناه في المجد. انا بشكر الاحباء الموجودين، بشكر الاخت هيفا والاخ باسم، وبشكر العمل الرائع للرب انجزه، وهذه القناه اللي كانت سبب بركه ليا انا شخصيا ولكل نفس بتسمعها. انا بشكركم والرب يبارككم، وهيكمل العمل باي نفس تمد ايديها معانا، الرب هيكمل العمل والرب هيعمل عمل عظيم، وهنشوف الرب هيتمجد قد ايه مع كل نفس تتلامس وكل نفس بنصلي معاه وكل نفس محتاجة خدمة ومحتاجة حد يشجعها وحد يعني. القناة دي سبب ريلي بركة كبيرة للنفوس اللي بتخلص كل يوم والنفوس اللي بتتعرب بالرب. أنا بشكركم وبشكر محبتكم. شكرا جزيلا أخت جيهان، شكرا على محبتك. والأخت جيهان هي واحدة من اللي في غرفة الصلاة تصلي مع الناس، وعندها اختبارات كثيرة تسمع من الناس يخابروها. نشكر الرب عليك وعلى خدمتك معنا. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة في شغل يمينك تعمل معجزة. هادي البحر، هادي البحر هايل وأنا مستني، وأنت صعب القوة صاحبي.